اليوم الاتفاقية حافظت على حقنا الدستوري وحق دولة الكويت بأن تكون جميع الأراضي الكويتية خاضعة لقراراتها وسيادة القانون الكويتي، وهذا الأمر لم يكن في السابق. الاتفاقية اليوم السيادة الكاملة الغير منقوصة على كامل أراضيها بما فيها من المنطقة المقسومة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من أرض دولة الكويت. الاتفاقية الملحقة حسمت سيادة الأراضي اللي كان دائما يتم الحديث حوالينها بما فيها ذلك الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة المشتركة. الاتفاقية الملحقة أخضعت كل الامتيازات النفطية الممنوحة لقوانين دولة الكويت، والاتفاقية كذلك الملحقة حصرت استغلال الثروة المشتركة من خلال عمليات الوفرة المشتركة، أعطت الطرفين بإدارة الثروة الموجودة داخل هذه الأراضي. والاتفاقية كذلك طبقت القانون الكويتي بخروج شركة شيفرون من منطقة الزور، وهو تأكيد لسيادة دولة الكويت وقوانينها.